إلى ذلك تمكنت قوات الجيش والقبائل من الوصول إلى منطقة حيدر بن حارس بين مديريتي جبل مراد ورحبة جنوب محافظة مأرب بعد معارك خاضتها مع ميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة. وأفادت مصادر ميدانية أن المعارك مستمرة بين الجانبين في 3 محاور، الأول في جبهة الأوشال والثاني في منطقة جبل الحمراء والثالث في وادي يقظة.